عملا بأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور، وتبعا لتلقي مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 25 جويلية 2019 شهادة وفاة المغفور له السيد محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسي. وبعد أن تلقى مجلس نواب الشعب إعلاما من قبل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، يقر بالشعور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، واعتمادا لذلك واعتبارا لذلك فإني أتولى بصفتي القائم بمهام رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها. شكرا. انتهى الحفل، فكر فضلك.